شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلم، درسنا الليلة هو الدرس 15، سفره صلى الله عليه وسلم في رمضان. عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا سافر أحدكم في رمضان فإنه قد رخص له أن يفطر. إذا كان مسافر، السفر يعني كم؟ مسافة 80 كيلومتر فأكثر. أما إذا كان أقل ليس بسفر، من كان قريب من مكة أقل من 80 فإن هذا لا يعتبر مسافرا بل هو مقيم. فالمسافر له أن يفطر لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم بين على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا كان الصوم وإذا كان الصوم يلحقك منه مشقة شديدة في السفر فإنه يجب عليك أن تفطر، المشقة تجلب التيسير. وقد قال جابر رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. إذن إذا سافرت وأنت صائم ولحقك مشقة شديدة جدا فأنت أفطر ولا تشق على نفسك. وإذا كان لا يلحقك مشقة، نعم، أو مشقة يسيرة، فإن الفطر يسن لك ويجوز لك أن تصوم. ثانيا، إذا كان يستوي عندك في السفر الصوم والفطر وكلاهما سواء، يعني ما يلحق مشقة ولا عدمها، بل عندك الأمور عادية سواء كنت صائما أو كنت غير صائم، الأمر عندك عادي ولا يلحق أي شيء، فأنت مخير بين الصوم والإفطار. وقد قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن أنت الآن أيها المسافر في رمضان عندك رخصة، ترخص بالإفطار، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما قال عليه الصلاة والسلام، بل قال بعض أهل العلم: إن المسافر الفطر له أفضل، يعني يسن له أن يفطر أخذا بالرخصة التي رخصها الله له، ولا يصوم يعني رغبة عن رخصة الله. لكن كما قلت، إذا كان هو عنده الصوم والفطر سواء فهو مخير كما قال المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. ثالثا، إذا كان يلحقك بالصوم في السفر مشقة يسيرة فيسن لك الفطر ولك الصوم بدون كراهة، وقد بين النبي الجواز لفعله عليه الصلاة والسلام وقال: لقد رأيتنا
قال أبو الدرداء: رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن رجلا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني كان الباقي كلهم مفطرون، ما في صائم إلا النبي وابن رواحة رضي الله عنه. وإذا أنت كما قلت إن أردت أن ترخص فالمجال مفتوح عندك، تبغى تصوم ما في مشقة عليك فلك ذلك، كما صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. كذلك إذا رأيت من يفطر في السفر لا تنكر عليه، نعم، أن ترخص التي رخصها الله له. بعض يقول: يا أخي ليش تفطر؟ هذا غلط، هذا مسافر، نص القرآن على أنه الفطر. نعم، وقال في عدة من أيام أخرى. ولذلك أنت أيها المسافر، المسافر العمرة مثلا الآن، ومسافر لطاعة ولعبادة، له أيضا أن يترخص إذا كان سفره طاعة لله. المسافر للعمرة، المسافر للتجارة في رمضان، المسافر نعم لزيارة مريض، هذا كله يفطر ولا إشكال في ذلك. أما المسافر سفر معصية، مسافر للمنكرات خارج البلاد، مسافر وراء المحرمات، فإن هذا لا يجوز له أن يفطر وليس له أن يترخص، فإن المعاصي لا تستباح بها الرخص، الرخص كما يقول العلماء لا تستباح بمعاصي الله عز وجل. لكن نقول لمسافر، نحن الآن نقول له: اتق الله في سفرك. بعض الناس الآن يجمع الأموال ليسافر إلى بلاد نعم يرى المنكرات أمامه، وقد يعمل منكرات ويفعل الذنوب ولا يبالي، نقول له: اتق الله عز وجل. وفي رمضان إذا أردت أن تسافر فليكن سفرك إلى مكة للعمرة، سفرك إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه إلى المسجد الحرام. وهكذا أيها المسلم، اتق الله في سفرك، اتق الله في خروجك من بيتك. رابعا، إذا سافرت للعمرة أو الحج أو غيره من الأسفار المباحة، إذا سافرت أي سفر مباح فتأدب بآداب السفر. ومن هذه الآداب الدعاء بدعاء السفر، ومنها لا تسافر بالليل وحدك، ومنها الأفضل أن يكون سفرك يوم الخميس، النبي كان يسافر يوم الخميس، ومنها توديع الأهل، ودع أهلك إذا سافرت، ومنها إذا علوت مكانا مرتفعا فكبر، وإذا هبطت مكان منخفض سبح، ومنها أكثر من الدعاء في سفرك، لأن المسافر تستجاب دعوته كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها إذا قضيت حاجتك في سفرك فعجل عائدا إلى أهلك، إذا قضى أهلهمته من السفر فليعجل إلى أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها لا تترك أهلك ليلا، يعني مثلا جيت في الليل لا تخش أهلك ليلا حتى تخبرهم، تعطيهم خبر بالتليفون: أنا جاي الساعة 10، أنا جاي الساعة 11 بالليل، أنا جاي الساعة 1 بالليل. وإذا أتيت قدمت من سفر فأتي أول المسجد فصلي فيه ركعتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، واحمل معك ماء زمزم، ولا تسحب معك كلبا ولا جرسا، ولا تسحب رفقة فيها معهم كلب أو جرس. ويحرم أن تسافر المرأة بدون محرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويسن لك أيها المسافر
أن تقسم الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، ويسن أيضا ترك السنة الرواتب إلا ركعتين الفجر والوتر فإنها تصلى. ويسن إذا كنت مسافرا أن تتنفل بالصلاة وأنت مسافر في الطائرة أو السيارة أو غيرها حيثما توجهت بك، يعني مثلا أنت قاعد على الكرسي في الطيارة صلي لك ركعتين، إذا ما هو وقت نهي ركعتين ركعتين. قد كان عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته، يعني يصلي أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وصلي قيام الليل وأنت في السفر، ولك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولك أن تمسح الخفين 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. وإذا رجعت إلى بلدك أدع بدعاء العودة من السفر، وغير ذلك من آداب السفر الكثيرة. فحاول وفقك الله أن تتأدب بهذه الآداب، وأن تكون سائرا في سفرك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستفيد من سفرك. يعني مثلا السافر لطلب علم، إذا سافرت مثلا وجدت، حاول أنك في السفر تكون مع رفقة إما من طلاب علم مثلا تستفيد منهم تتعلم منهم، تكون مع اسم الأخيار، لا تسافر مع الفسقة الذين كلامهم كله بذيء ووقتهم كله ضحك وأهازيج، فلا يذكرون الله في سفرهم ولا يعرفون الله عز وجل. سافر مع الأخيار الأتقياء الأبرار، كن معهم في سفرك تتعلم منهم الآداب والسمت الحسن والكلام الطيب. وسافر أيضا نعم كن متأنيا نعم، ولا تستعجل في القيادة حتى لا تقع نفسك في الخطر، نعم، ولا تقل بيدك من التهلكة. بعضنا يسافر يسرع 140 يسرع 160، هذا خطر، نعم. لماذا يا أخي؟ نعم، ليس البر بالإيضاع ولا بالسرعة، نعم، وإنما على إيش؟ تسير بحيث لا تشكل خطرا على نفسك ولا على الناس في هذا السفر وهذه السرعة، نعم. تفاقد سيارتك قبل السفر وعند العودة من السفر كذلك، نعم. من يرافقك، من تأخذه معك في سيارتك، لا تأخذ إلا الأخيار كما قلت، لا تأخذ الفجار والفسقة وأصحاب الدخان وأصحاب الجراك والمعسل والقات، نعم، والمخدرات. تنبه لذلك أيها الحبيب، نعم. دائما في سفرك استفد من سمعك، عندك الحمد لله القرآن الكريم الآن في السيارة شغالة، استفد من بصرك مثلا، تأمل في مخلوقات الله عز وجل، نعم. استفد من تدبر من قلبك وأن تقرأ القرآن في السفر، تمشي تقرأ الفاتحة، تقرأ ما تيسر، تسبح تهلل، نعم، وأنت مسافر. استفد من هذه الأيام، من هذه الليالي، من هذه الساعات وأنت في طريق، واعلم أنك في أي مكان، نعم، تسبح أو تعمل عمل يشهد لك يوم القيامة، كما قال بعض أهل العلم، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهكذا أكثر في سفرك من أمور الخير كلها، وكن في سفرك نموذجا، نعم، فريدا مع زملائك، نعم. إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم في السفر، أو أكثر من 3. وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام، تطاوعوا في سفركم وتراكم النقاش الذي لا فائدة فيه، نعم، بل ناقشوا النقاش المفيد كالمسائل العلمية وغيرها مما يفيدكم في الدنيا والآخرة. إذا كان سفر للتجارة فتكون تجارة مباحة، نعم. وهكذا أيها المسلم، ليكن سفرك مفيدا وعودك مفيدا، ومشيك على الأرض تكسب به حسنات في كلامك وسمعك وبصرك وخطواتك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.